المهندس محمد علاء الدين، المدير التنفيذي لمنصة تشيزلونج للعلاج النفسي عبر الإنترنت، خبرة تزيد عن 5 سنوات في القطاعين الحكومي والخاص، حاصل على بكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أصغر مستشار لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومسؤول إعادة هيكلة الحياة الطلابية، حاصل على دبلوم إدارة المشاريع من معهد ريتي. اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك وميرسي على الشغل العالي اللي انتوا عاملينه في منصه شيزلونج. انتوا اللي عاملين شغل عالي. الاول مهندس محمد علاء، يعني اللي جاب الهندسه جنب الطب، زي اللي جاب القلعه جنب البحر زي ما بيقولوا. واحكي لي بدايه فكره منصه شيزلونج عندك كانت امتى؟ طيب اولا مبسوط نعم حضرتك. اللي جاب القلعه جنب البحر ببساطه شديده هو فكره انه ازاي نقدر نستخدم التكنولوجيا عشان نسهل حياه البشر. فهو ده مينلي الفكر اللي بان عليه اصلا، ان يبقى في شركات ناشئه او يبقى في ستارت ابس في العالم، ان ازاي ناخد التكنولوجيا دي ونحولها لحاجه مفيده للبني ادمين يقدروا يستفيدوا منها في حياتهم. شيزلونج قصه شخصيه ابتدت مع احد الافراد. كنا احنا عاملين مؤتمر عندنا في الجامعه الامريكيه، هو كان حاضر وكان محتاج يتكلم معايا عشان ننقل هذه الفكره للجامعه اللي هو كان جاي منها. احنا كنا عاملين مؤتمر داعين فيه ناس من جامعات مختلفه من مصر. فوقتها كنا في اخر يوم في المؤتمر وقررنا ان احنا رايحين نحتفل في نزله السمان. لسه بنتحرك بالحصان وقع ايده، يعني حصل لها كسر. رحنا اقرب مستشفى لينا، قالوا لنا موضوع خطير قوي. رحنا مستشفى ثانيه فقالوا لنا ده في قطع في الوتر ومش هينفع يستخدم ايده تاني وكده، الموضوع انتهى. والايد دي كده حصل لها فول دامج، يعني مش هيتم استخدامها مره ثانيه يعني. وهو وقتها كان جاله عرض عمل بره في السعوديه، فطبعا عرض العمل راح. هو دخل في اكتئاب شديد قوي، حس ان كل حاجه في الحياه باظت. ففي وسط حاله الاكتئاب الشديده دي كان في اعلان انه يقدر يتكلم مع طبيب نفسي بس باللغه الانجليزيه في شركه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. هذه التجربه بالنسبه له ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. ليه؟ لانه الانجليش ما كانش احسن حاجه، فالتواصل ما كانش بيتم بالشكل المطلوب. فجت الفكره انه ليه ما نعملش حاجه يبقى فيها دكاتره نفسيين مصريين او عرب يعني بشكل عام، فيبقوا بيتكلموا نفس اللغه، جايين من نفس الثقافه اللي احنا جايين منها. وانا متهيألي الدكتور النفسي بطبيعته لازم يكون من ثقافتك ويشبهك يعني. طبعا احنا عندنا قصه مشهوره جدا انه في بنت زميله يعني موجوده في امريكا، وهي داخله الجامعه اهلها عايزينها تدرس حاجه معينه وهي مش عايزه، فجالها اكتئاب فراحت لدكتور امريكاني. فهو كل ما هي تحكي له يقول لها انت عندك اكتر من 18 سنه، فانا مش فاهم. هو مش فاهم المشكله، مش فاهم ازاي تحصل. بالظبط. فهو مش فاهم اصلا يعني ايه اهلك عايزينك تخشي جامعه معينه وانت اكتر من 18 سنه، ازاي يدخلوا اصلا يعني. بالظبط. فكان حلها الوحيد انها تركب طياره وتيجي مصر. النهارده هي تقدر تعمل ده من امريكا، تكلم دكتور مصري بنفس الثقافه بتاعتها بنفس اللغه بنفس كل حاجه ثرو شيزلونج. يعني فكره الطب النفسي والاتاحه بتاعته دي عظيمه، بس مش هتكمل غير لما الناس اصلا يبقى عندها ثقافه اللجوء للطبيب النفسي. مظبوط. فاحكي لي عن الاقبال. اول لما ابتدينا كان عندنا مشكلتين. ان مفيش اقبال من الدكاتره، ومفيش اقبال من ناس يستخدموا الخدمه. لما تروح تقول للدكتور تعالى انت هتعمل علاج نفسي عن طريق الانترنت، فيعني احنا اوقات كتير اتطردنا من العيادات، يعني اللي هو انت يعني اللي انت بتقوله ده اصلا يعني مش علمي ومش طبي وازاي بتقول كده. فده كان جزء. الجزء الثاني انه الناس دايما بتخلط ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، فهما بيتعاملوا مع انه المريض النفسي هو مجنون او شخص ما ينفعش يبقى جزء من المجتمع، فاتولد من ده وصمه. فابتدينا نشتغل على التوعيه. كان عندنا حاجتين هما اللي عملوا الطفره الكبيره. واحد، ودي حاجه الناس ما بتحبهاش، كورونا. لانه العيادات قفلت، ففجاه الدكاتره كلهم جم قالوا لنا ايه ده؟ احنا كده مش عارفين نشوف العيانين بتوعها، محتاجين نبقى على شيزلونج عشان نشوف العيانين. عايز اقول لك يا مهندس انه كورونا واضح انها كانت العامل المشترك في نهضه معظم التطبيقات، ومعظم الناس اللي بيجوا هنا في مستقبل الشغلانه بيقولوا لنا كورونا ساعدت كتير. مظبوط طبعا. فده كان مؤثر يعني جدا. يعني حاجه من الحاجات اللي احنا فخورين بيها ان مثلا ان جهه رسميه تيجي تقول لنا ان لولا شيزلونج على سبيل المثال كان القطاع الطبي النفسي انهار، لانه العيادات مقفوله وما كانش في حل ان في دكتور يقابل عيان، فكان العيان مش لاقي الدكتور بتاعه، ما كانش في حل تاني وقتها. انتوا بتوفروا طرق المقابله ازاي؟ يعني
عبر زوم، شكل التفاعل، هل الميتافيرس ممكن يبقى مستقبل التطبيقات النفسية كمان ونبقى قادرين نشوف بعض أكتر؟ يعني احكي لي هي دلوقتي بتتنفس إزاي، وفايف خمس سنين من دلوقتي ممكن تبقى إزاي؟ هي دلوقتي بتتنفس إزاي؟ إنه كل حاجة موجودة على الويب سايت، فإحنا ما بنروحش الزوم، ما بنخرجش بره، أنت جوة الويب سايت بتلاقي المعالجين والأطباء، بتختار، بتشوف المواعيد المتاحة، بتحجز الميعاد، بتدفع عن طريق الانترنت، بتدفع اونلاين يعني، ثم بتعمل الجلسه بتاعتك اونلاين على فيديو سيرفيس او خدمه الفيديو احنا عاملينها. يعني مش بتروح على ابلكيشن تاني لفيديو المكالمات، لا جوه الويب سايت طبعا، لان احنا محتاجين نبقى بنعمل ده في سريه تامه طبعا. فلازم نبقى احنا متاكدين من السكيورتي بتاعتها او من جوده الامان بتاعتها، ونتاكد ان مفيش اي اوبشن او اي خيار ان اللي بيحصل جوه الجلسه ده يتسرب او يتسجل او اي حاجه، فعشان كده لازم نخلق الحاجه بتاعتنا احنا. ايه اكتر حاجه وصلتك ايجابيه فرحتك في فتره خدمه شيزلونج في المجتمع، واكتر حاجه حسستك ان الخدمه دي محتاجه تتطور؟ اكتر حاجه فرحتني ان احنا جينا في 2000 واخر 2019 اول 2020 رحنا لمنظمه الامم المتحده للمراه، ورحنا لوزاره التضامن الاجتماعي، واتفقنا معاهم ان احنا عايزين نقدم الخدمه بتاعتنا للسيدات اللي بيتعرضوا للعنف وبيروحوا مراكز الاستضافه. يا سلام. فلما ابتدينا نقدم الخدمه، لما شفت انسانه كانت حاسه ان هي مهانه الكرامه او ان هي غير قادره على انها ترجع مره تانية للمجتمع بتاعها، ثم بعد جلسات شازلونج حست ان هي لها قيمه وتستطيع ان تعود للمجتمع وان تصبح مراه منتجه وترجع تكمل حياتها بشكل طبيعي، دي واحده من اكبر لحظات الفخر اللي عدت علينا جوه شيزلونج. امتى حسيت التطبيق محتاج يتطور؟ لما الانترنت في مصر وفي بعض الدول العربيه هو مش باحسن جوده ممكنه، واحنا خدمه معتمده في الاساس على الانترنت. وكمان الاصعب من كده انه عاده اللي بيستخدم الخدمه كمان هو شخص في نجع او في قريه، كان بيضطر ياخد القطر ويسافر ساعات طويله عشان يحصل على الخدمه النهارده، وعايز ياخدها من البيت. فلما بدات تيجي شكاوى انه الجلسه بتقطع او الانترنت فيه مشكله، عملنا مجهود كبير قوي عشان نتاكد انه الجلسه بتشتغل على اقل انترنت ممكن تشتغل عليه، فده كان واحد بالتحديات الكبيره واشتغلنا عليه وقدرنا ننجح فيه. السي في بتاعك لفت نظري جدا، فكره اعاده هيكله الاتحاد الطلابيه. احكي لي عن التجربه، واحكي لي عن مشاركاتك لحد دلوقتي مع الطلبة. اتخرجت من الجامعة الأمريكية، وأعتقد دي واحدة من أحسن الحاجات اللي حصلت لي. ليه؟ لأنه الجامعة عندنا مش بس بتهتم بالجانب الأكاديمي، إنما بتهتم قوي باللي احنا بنسميه الأنشطة الطلابية أو ما يحدث خارج الكلاس روم يعني، أو خارج الفصل الدراسي. فإحنا الجامعة النشاط الطلابي فيها قوي جدا، عندنا صحافة طلابية قوية جدا، عندنا حكومة طلابية كاملة، عندنا مجلس الشعب، وعندنا الاتحاد الطلبة عندنا هو حكومة كاملة، وحكومة بتروح تسأل أمام مجلس الشعب، ونفس النظام الأمريكي بالظبط. عندنا أنشطة طلابية مختلفة، أنشطة طلابية فنية، عندنا أنشطة طلابية لها علاقة بخدمة المجتمع، فالناس بينزلوا يعملوا محو أمية وهكذا، عندنا أنشطة طلابية لها علاقة بالمؤتمرات والمودلز زي MUN وML وهكذا. كل الأنشطة الطلابية دي بتخليك أنت كطالب، على سبيل المثال مثلا، اكيد قبل ما تتخرج هتكون عملت حفله في الجامعه. عشان تبقى عملت حفله فانت قابلت شخص مهم اقنعته انه يجي عشان يعمل الحفله. وعملت حمله دعايه عشان تقنع ناس انها تيجي تحضر، وجبت سبونسرز او ناس يحطوا فلوس معاك عشان خاطر يدعموا الحفله بتاعتك. وعملت خطه ماليه، وبعت تذاكر، وجوه الحفله حصل مشكله فتعاملت مع ازمه ما وخرجت منها وهكذا. فمعظمنا لما بيتخرج من الجامعه وبيروح يشتغل في اي حته ما بيبقاش في حاجه هو مش عارفها كويس. فانا لما رحت مثلا على سبيل المثال شيزلونج، انا ممكن اكون قوي بتاع هندسه وبزنس، بس هو انا قاعد بتكلم مع فريق الدعايه او الماركتنج انا عارف هم بيقولوا ايه كويس لان عملت ده قبل كده. لما كنت في الجامعه كمان كنت محظوظ قوي ان انا اول ما اتخرجت كان عندنا حاجه اسمها الدين اوف ستودنتس، ده العميد المسؤول عن الحياه الطلابيه داخل الجامعه. فهو جابني اول ما اتخرجت، جابني مستشار بتاعه، فكان الهدف ان احنا ازاي نغير شكل الانشطه الطلابيه داخل الجامعه عشان تواكب ما يحدث خارج الجامعه. فمثلا كنا مركزين قوي على فكره رياده الاعمال، كنا مركزين على فكره القياده بشكل مختلف شويه، ابتدينا نغير من منظومه الكيانات الطلابيه داخل الجامعه عشان تواكب التغيير الكبير اللي بيحصل بره. اخيرا، تقدر تشوف بكره مستقبل تقديم الصحه النفسيه
هيروح بينا فين، او الخدمات دي هتساعد عدد قد ايه من الناس؟ اكيد انتوا كمان عندكم دراسات لبكره. فاولا على مستوى الوعي، الناس اصبحت اكثر وعيا باهميه الصحه النفسيه، واحنا كنا مبسوطين قوي على سبيل المثال مثلا لما كريم شناوي امينه خليل عملوا خلي بالك من زيزي، كميه الاسئله اللي جات لنا على الاي دي اتش دي غير عاديه. فحتى لما المسلسلات والافلام والمذيعين حتى بداوا يتكلموا ويقولوا، فالناس بدات ما تخافش وتبقى عايزه تتكلم عن المرض النفسي واهميته وازاي نقدر ان احنا نطور ده في المستقبل. فعلى مستوى الوعي احنا شايفين ده بيتطور عبر السنين بشكل كبير قوي، حتى على مستوى الوعي لدى المؤسسات. يعني احنا عندنا شراكة كبيرة قوي مع الدولة، هتعلن قريبا جدا، هتكون مفاجأة لناس كتير قوي. واحنا حتى كنا في منتدى شباب العالم، السيد الرئيس جالنا وكلم معانا وكان مبسوط قوي ان في حاجة مصرية بتتكلم عن الصحة النفسية واهمية الصحة النفسية. تالت حاجة بالنسبة لنا هو دمج كل طبقات المجتمع. يعني احنا اول منصة في العالم، حتى المنصات الاجنبية مش هتعرف تعمل كده، بنعمل ثيرابي او علاج نفسي بلغة الاشارة. الجزء الاخير بقى ليه علاقة بالتكنولوجي اللي حضرتك قلتي عليه، ان ازاي الميتافيرس او الاي اي الارتفيشال انتليجنس بشكل عام يقدر يبقى جزء من العمليه العلاجيه. احنا النهارده بنتكلم مع شركه مثلا اوروبيه، هم وصلوا لتطبيق وخد الابروفال بتاع الاف دي اي في امريكا، ان هو بيعالج بيور او بس بالتكنولوجيا. فانت حتى ما فيش دكتور بيستخدم مدرسه علاجيه اسمها السي بي تي، هي مدرسه معتمده على ستيبس معينه او خطوات معينه. فممكن يبقى حد بدل الطبيب يقوم بدور الطبيب يعني في خطوات يساعد لمرحله ما يعني. مظبوط، ده حقيقي. okay. فالابلكيشن لوحده بيستخدم معاك المدرسه العلاجيه دي اللي هي مدرسه المعرفيه السلوكيه، بيمشي معاك في خطواتها كلها. وبعدين كونوا ابروفد من الاف دي اي يعني معناه انه اعلى مؤسسه دوائيه في العالم شايفه ان ده شغال وبيجيب نتائج، وده طبعا بيعدي بمراحل اختبار كبيره قوي. فاحنا بنتكلم معاهم بقى كمان ان احنا ازاي نجيب ده الوطن العربي، لان هو القضيه مش ان احنا بس نخليه بالعربي، هو كمان لازم الثقافه بتاعته تتغير وطريقه تعامله مع المواطن العربي تبقى مختلفه. فده مثلا احد المشاريع اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. ميتافيرس انا مش خبير قوي، بس اعتقد برضو هيبقى فيه دور كبير في المستقبل في الحته دي. فبالعكس يعني انا شايف ان هيبقى فيه تطور رهيب في تقديم خدمات العلاج النفسي في العالم كله خلال السنين اللي جايه. بالتأكيد أنا مبسوطة وفرحانة، وبسمع من زمان عنكم لكن فرحانة أني شفت تفاصيل الشغل العالي اللي أنتوا عاملينه. ده شكرا. شرف لينا جدا. شكرا باشمهندس علاء. شكرا جزيلا لحضرتك. نورتنا. شكرا. Thank you. شكرا باشمهندس. باي باي. الطب النفسي ممكن يبقى مساعد وداعم وحافز ومشجع لكتير من الأوقات في حياتنا، وغيابه ممكن يبقى سبب في أزمات كتير. كل التحية لكل العاملين في قطاع الطب النفسي اللي بيعملوا كل يوم شغل عالي.